كرم شماس، كيف بده يكون اليوم الثاني 27 اذار مارس؟ اليوم القمر موجود ببرج الجوزاء، اجواء كثير حلوه اليوم، بترافق مواليد الابراج الهوائيه، مواليد الجوزاء، الميزان وايضا الدلو، بالدرجه الثانيه مواليد برج الاسد ومواليد برج الحمل. كيف بده يكون نهارنا البدايه مع برج الحمل؟ يلي نهاره اليوم ممتاز، نهار رائع، نهار جيد جدا، نهار سريع الايقاع، ونهار فعلا انتم بتبيضوا الوجه، من الايام الحلوه السريعه يلي مش انه عم تتزاكوا فيها، لكن ذكائكم اليوم واضح جدا. بغض النظر عن عمركم، كل مواليد برج الحمل اليوم جوابهم تحت باطن، وايضا في عندهم نوع من السرعه في استيعاب الامور، لكن سوقوا على مهلكم، كلكم محظوظين بشكل خاص 8 9 10 نيسان ابريل. بنروح لبرج الثور، مواليد برج الثور بعتبر هذا اليوم مهم، لكن انتبهوا من الاشخاص اللي بيحاولوا يحتالوا عليكم، انتبهوا من الاشخاص اللي بيحاولوا يوقعوكم، انتبهوا من الاشخاص اللي بيحاولوا يخففوا من قيمتكم، حاولوا انتم جربوا، لازم تحافظوا على ثقه نفسكم. الأجواء قوية جدا إذا أنتم واعيين، الأجواء بتسهل نجاحكم والسيطرة على الأمور بطريقة لبقة. كوكب الزهرة ببرجكم ورح بيساعدكم لحتى مش بس يحميكم من بعض الأشخاص ومن بعض الطاقات اللي عم بتحاول أنه تزعجكم، لكن في احتمال أنه يعطيكم نوع من ربح تقدم. كوكب الزهرة هيدا كوكبكم وموجود ببرجكم، الأكثر حظا 2-3 أيار مايو. بنكمل مع برج الجوزاء يلي القمر ببرجها، مواليد برج الجوزاء بعتبر هذا اليوم ممتاز ممتاز ممتاز، يمكن يكون من أجمل أيام من أول شهر أدار مارس لهلا. مواليد برج الجوزاء عم تطووا صفحة، عم تبدأوا صفحة جديدة، أقوى يوم بعتبره اليوم، أصلاً المريخ بطل ببرجكم، لذلك الطاقات اللي عندكم إياها عم تتفجر مفروض بطريقة ممتازة، بعدوا عن المشاكل بجميع الأحوال. الأكثر حظا هي مواليد 21 أيار مايو، واصلت لهم طاقات مهمة من بلوتو. بالنسبة لبرج السرطان، نهار ضعيف فلكيا، من الأيام الأضعف، من الأيام الأقل حظا، بدنا نبعد عن المشاكل كليا، بدنا نخصص هذا اليوم للقراءة، لإعادة القراءة، لمراجعة الأمور، لنراجع حساباتنا ونعمل المستحيل لحتى ما نغرق في وحول الأفكار السلبية. انتبهوا، الأفكار السلبية بعدوا عنا، ما تفكروا اليوم نهار لتنبسطوا وتفكروا اشياء حلوه فقط لا غير، كونوا حذرين، خاصه 21 22 حزيران يونيو. بنروح لبرج الاسد، مواليد برج الاسد بعتبر هذا اليوم ممتاز، حلو كثير، من الشمس، من المشتري، ايضا من كوكب القمر الموجود في برج الجوزاء، صديق لكم، عم بيساعدكم، عم بيخليكم تطلعوا وتطلعوا نوع من قدرات كثير حلوه اجتماعيه، بتبين يعني اجتماعيا بتبينوا نفسيا مرتاحين اكثر، ثقه في النفس اكثر. هذا الامر بخليكم تكونوا جذابين وتجذبوا الايجابيات، كلكم محظوظين اليوم، لكن ضلكم منتبهين 23 و24 تموز يوليو، معاكسات بلوتو لكم. بنروح لبرج العذراء، مواليد برج العذراء بعتبر هذا اليوم متقلب شوي، بيطلب منكم دراية في حساباتكم، دراية لرأي الطرف الآخر، بدنا نحترمه وبدنا ناخده بعين الاعتبار، يمكن رأيه أو رأيه أهم من رأينا، فبدنا نعترف بهذا الموضوع ونتقبله، وتقبلوا نصيحة مني بابتسامة ويس أكيد بنتقبله، لأنه التكبر اليوم ما بيفيدكم، بالعكس بفوتكم بالحيط، فكونوا حذرين، خاصة 25-26 آب أغسطس. نروح لبرج الميزان، نهار كتير حلو لمواليد برج الميزان لأنكم مضويين اليوم، في عنا القمر موجود برج الجوزاء، في عنا بلوتو موجود ببرج الدلو، في عنا برجكم، في عنا ثلاث مثلثات، يعني عنا مثلث بين القمر الشمس وبين بلوتو، ونضيفهم عليهم المشتري، فهنالك الكثير من الامور يلي رح بتساعدكم بأي لقاء، صحيح الشمس معاكستكم، لكن رح يطلع من امركم شيء كتير مبهر اذا انتم جاهزين، كونوا حذرين فقط مواليد خليني اشوف، لا كلكم محظوظين، الاكثر حظا فيها تكون 23 24 سبتمبر 12 13 اكتوبر. بنروح لبرج العقرب، مواليد برج العقرب يوم جيد لحتى تلفلفوها، لحتى تظبطوها، لحتى اعاده انعاش للكثير من الامور، فمواليد برج العقرب بعتبر هذا اليوم يوم جيد لحتى تتناولوا التليفون، تبعتوا مسج، تتصلوا، تحكوا مع حدا بيعرف حدا، اذا ما قدرتوا ديركت توصلوا للناس، حاولوا انه اليوم توصلوا، هذا نهار جيد، يمكن صار في مشاكل في الاونه الاخيره، في اليومين ثلاثه الاخيرين.
اليوم نهار نوعا ما لتجربوا لتجسوا النبض، وفي تحركات حلوه، في افكار حلوه رح بتساعدكم خلال هذا الاسبوع. الاكثر تعبا في تكون 8 9 نوفمبر، فكونوا حذرين. 25 26 اكتوبر في عندهم فرصه حلوه اليوم. بنروح لبرج القوس، نهار صحيح القمر معاكسنا لكن في طاقة كبيرة المفروض تعرفوا تستعملوها لحتى توصلوا إلى الحل الأنسب. مواليد برج القوس اليوم نهار مساعد، اليوم نهار جيد إذا أنتم كنتوا رايقين وهادين وما مشكلتوا. طاقتكم يمكن تكون أقوى من طاقة الآخرين، لكن انتبهوا في أبراج اليوم نهارها حلو. العبوها بسيطة، العبوها انكم بتعرفوا وعم تمشوا بالموجة، لكن انتم عارفين واذكياء وبتحاولوا تبعدوا عن المشاكل والتحديات. ومحاولة بعض الاشخاص انه مثل ما نقول نحن بلبنان يحشروكم بالزاوية، يعني ما عندكم مخرج جيد. بالعكس اليوم مواليد برج القوس اقوياء، خاصة مواليد 10-11 ديسمبر. بنروح لبرج الجدي، مواليد برج الجدي نهار طويل طويل متعب، ان كان عائليا ان كان شخصيا ان كان صحيا ان كان بالشغل بالمدرسة بالبيت وين ما كنتوا. اليوم نهار متطلب، لكن نهار هيدا المتطلب بضل اقل تطلبا من الثلاثة الاربعاء والخميس، فكونوا منتبهين وواعيين. اهتموا لصحتكم النفسية والجسدية، اليوم نهار مناسب لحتى تخففوا اذا انتم بتكتروا اكل مأكل مشرب، اذا انتم من الاشخاص اللي بيروحوا للاكستريم للحد الاقصى، يوم نهار للاعتدال مناسب جدا. انتبهوا على شغلكم وانتبهوا على عملكم، الحقوا سكجول مرتب عندكم. 5-6 كانون 2 يناير الاكثر حظا. بنروح لبرج الدلو، مواليد برج الدلو يوم رائع رائع رائع، يوم ممتاز. القمر الموجود ببرج الجوزاء مساعد كثير كبير لكم، بيفتح الابواب قدامكم مثل ما نقول بفرش لكم السجاده الحمراء. مواليد برج الدلو ما في شيء ناقصكم لحتى تكونوا من جماعه الاكثر حظا، بالعكس تماما هنالك افكار جيده عندكم ناجحه جدا جدا وباهره مبهرة بشكل مميز. كلكم محظوظين، لكن بدنا ننتبه من طاقة بلوتو إذا كنتوا من مواليد 20 و21 كانون الثاني يناير. بنروح لبرج الحوت، مواليد برج الحوت يوم جيد لكم، بعض القصص العائلية تطفو إلى السطح، بتطالبكم باهتمام، بتطالبكم بوقت، بتطالبكم بمال، بتطالبكم ببعض المفاوضات ولحتى تضعفوا شوي. ليش؟ لانه مواليد برج الحوت يلي بتغنج عليه يمكن بيمشي له الحال، يلي بيطلب منه خاصه الاولاد الغنوجين الاهل شريك بالحياه، فهذه امور جيده. طبعا الامر راجع لكم، لكن اذا كنتوا بالشغل بالعمل او بالمدرسه كونوا منتبهين، ما تخلوا الضغوط العائليه او الشخصيه تدخل على الخط اليوم، خاصه عند 21-22 شباط فبراير. بختم مع مولود 26 و27 أدار مارس. بالنسبة لكم هذه سنة بعتبرها سنة كتير مهمة، سنة فيها تكون سنة نجاحات، سنة تفوق كتير كبير، هذه سنة فيها مراجعة للأمور من يمكن في منحى مختلف، في كتير من الإيجابيات عندكم وفي احتمال حتى أنكم تحصلوا على مفاجأة بتكمل شيء حصلتوا عليه من حوالي شهرين. يعني من مطلع السنة في عندكم بوادر ممتازة لحتى تكملوا فيها وتكون سنة من أجمل السنين. بدي أتمنى للجميع يوم سعيد. إلى اللقاء، باي باي.